طبعا أنا لست ناطقا باسم الإطار، نعم، ولكنني أعتقد وكما ترشح من الأخوة قادة الإطار أنه هذه وإن كانت يعني أتفق معك أنه يعني قرار مفاجئ وقد يربك الأوضاع بعض الشيء لفترة معينة، ولكن أعتقد أنه الأخوة واثقين مما يجري في البرلمان وخصوصا من خلال ثقتهم بكتلهم باعتبار أنه ما يريدون سيستطيعون أن يقررون في جلسة البرلمان التي ستعقد بعد يومين. وأنا أعتقد أنه القضية وإن كانت يعني أتفق معك مع ومع قسم من آراء بعض السادة الضيوف، أحد الأخوة الضيوف، أنه ترى السياسة ما بها فد شيء، ما بها ثوابت، يعني يمكن أن يحدث ما لا ليس في الحسبان، يمكن أن لا يصوت للأخ رئيس المجلس لوجود تداعيات معينة، لوجود يعني فد حدث معين قد يزامن أثناء انعقاد الجلسة، كل هذه وارد. لذلك يعني أنا أؤيد ما طرح الأخ الدكتور ويقول هي هذا يعني مجازفة ولكن تحسب إلى باعتبار أنه خطوة شجاعة. نعم قد يراد منها إرباك الوضع بعض الشيء.